رغم التضرر الكبير الذي أصاب اليمنيين جراء القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة، عبد الملك الحوثي يصفه بالاستعراضي. سلاح الجو الإسرائيلي يعلن أن طائراته حلقت فوق البحر الأحمر للوصول إلى الحديدة ولم تجابه بصواريخ أرض جو من الحوثيين. اليمنيون يدينون القصف الإسرائيلي والحكومة تحذر من تحويل اليمن إلى ساحة حرب عبثية بين إيران وإسرائيل. السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتؤكد مواصلة مساعيها لإحلال السلام في اليمن. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية التي نخصص جلها لشأن اليمني. فبعد نحو 24 ساعة على قصف إسرائيل ميناء الحديدة واستمرار اشتعال النيران في الميناء، خرج زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي على اليمنيين معبرا عن ابتهاجه بالقصف الإسرائيلي، وقال إن استهداف جماعته تل أبيب بداية للمرحلة الخامسة من تصعيد تنفذه جماعته ضد إسرائيل والملاحة الدولية. عبد الملك الحوثي زعم أن هدف العملية الإسرائيلية استعراضي ولا يضر بجماعته، وجدد التأكيد على تنسيق جماعته مع بقية حلفائه من الميليشيات الإيرانية في المنطقة لاستهداف إسرائيل، مشيرا إلى أن عملية تل أبيب بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد، مؤكدا استمرار جماعته بالعملية ضد إسرائيل. وأعرب الحوثي عن ابتهاجه بالقصف الإسرائيلي وقال إن جماعته سعيدة بالمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي. حددت إسرائيل بنك أهداف في اليمن ونفذت مقاتلاتها غارات عنيفة شنتها على محافظة الحديدة غربي البلاد، وذلك غداة هجوم بمسيرة حوثية على تل أبيب ومقتل ضابط وجرح آخرين. فالغارة الإسرائيلية الأخيرة والتي استهدفت الحديدة استهدفت بالتحديد خزانات الوقود بميناء الحديدة، إضافة إلى منشأة حيوية ضخمة لتوليد الكهرباء وهي محطة رأس الكتنيب والتي تزود مدينة الحديدة بالطاقة الكهربائية. وبدأ واضحا أن إسرائيل أرادت من هذا القصف للمنشآت الحيوية في الحديدة شل حركة الحوثيين الاقتصادية وأيضا التجارية. ويعد ميناء الحديدة جغرافيا هو أحد أهم موانئ اليمن التي تقع على البحر الأحمر، حيث قد يتسبب قصف خزانات الوقود في الميناء بوضع أعباء اقتصادية كبيرة على عاتق الحوثي. فمن هذا الميناء بالذات تمر 70% من الواردات ومن المساعدات، ومن المرجح أن يتسبب بأزمة محتملة في المشتقات النفطية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وهي الجوف وعمران، حجة، صنعاء، دمار، وأيضا محافظة إب، وبالطبع محافظة الحديدة. ووفق تقديرات اقتصادية يجني الحوثي أكثر من 3 ملايين دولار يوميا من أرباح استيراد وبيع المشتقات النفطية بمناطق سيطرته، الأمر الذي ينبئ بضياع قدر كبير من عوائده والتي تأتي عبر البحر الأحمر. يضاف إلى ذلك أن ميناء الحديدة يمثل ممرا هاما لدخول الأسلحة المهربة من إيران للحوثيين عبر
البحر الأحمر. ويشكل هذا الميناء والذي يعد الأكبر في اليمن أهمية استراتيجية كبيرة للحوثيين، فهو الممر الأول إلى كافة الجزر القريبة وهي جزيرة زوقر وجزيرة حنيش الكبرى وأيضا جزيرة حنيش الصغرى. وأما ثاني الأهداف الحيوية التي استهدفها القصف الإسرائيلي كان منشأة حيوية ضخمة لتوليد الكهرباء، وهذه المنشأة هي محطة راس الكتنيب التي تزود الحديدة بالطاقة الكهربائية، حيث يجني الحوثيون بفضل هذه المحطة ملايين الدولارات سنويا من عوائد بيع الكهرباء والتي تولدها وتتحصل عليها من المحال التجارية والشركات والمصانع ومنازل المواطنين. يضاف إلى ذلك فإن قصف هذه المحطة قد يؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء. قُبل الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة بإدانات واسعة من مختلف المكونات والأطراف اليمنية بما فيها المناهضة لميليشيات الحوثي، وذلك باعتبار أن القصف استهداف منشآت حيوية أو استهدف منشآت حيوية. واعتبرت الحكومة اليمنية قصف ميناء الحديدة اعتبرته عدوان مدان وانتهاك للسيادة اليمنية، وحملت إسرائيل مسؤولية تداعيات هذه الغارات في تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. الحكومة اليمنية حذرت أيضا ميليشيات الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، كما حذرت كل من إيران وإسرائيل من محاولة تحويل اليمن عبر ميليشيات مارقة إلى ساحة لحروبها العبثية ومشاريعها التخريبية في المنطقة. أين أذنك يا جحا؟ مثل يضرب لمن يترك أقصر المسافات ويذهب للالتفاف بعيدا، ويرى يمنيون أنه ينطبق على الهجمات الحوثية بالوكالة عن إيران من اليمن. إذن المسافة جوا من اليمن إلى تل أبيب تبلغ قرابة ضعف طولها من إيران، فلماذا تختار طهران الطريق الأبعد إلا إذا كانت تخشى الرد الإسرائيلي وتسعى لتوريط اليمن؟ وهذا ما حدث بالفعل، إذ جاء الرد الإسرائيلي مستهدفا منشآت حيوية في اليمن، وهنا سنرصد ردود اليمنيين على هذا التصعيد المتبادل. البداية من القيادي الحوثي السابق علي البختي الذي علق على الاستهداف الحوثي لتل أبيب وقال ساخرا من رفاق الأمس طبعا: لأول مرة يقتل الحوثيون إسرائيليا منذ 20 عاما على إنشاء الجماعة، ومن أجل هذا الإسرائيلي قتلوا وتسببوا في قتل أكثر من 500,000 يمني منذ انقلابهم، وشردوا وجوعوا عشرات الملايين وأسقطوا الجمهورية والدولة ومؤسساتها. إنه أغلى ثمن في التاريخ دفع لقتل شخص واحد وفقا للبخيتي. الكاتب الصحفي خالد سلمان من جانبه يرى أن ما بعد ضرب تل أبيب تغير جذري لقواعد اللعبة، وعلى ضوء ذلك يتوقع سلمان تصنيف الحوثي من مشكلة محددة جغرافيا باليمن إلى مشكلة إقليمية تهدد الأمن الدولي. كامل الخوداني علق على القصف الإسرائيلي بالقول: لا يوجد يمني يؤيد القصف الإسرائيلي لليمن إلا الحوثيين، ولولا الملامة لأطلقوا المضيئات احتفالا بهذه المناسبة التي تمنحهم ذريعة البطش والنهب لليمنيين بحجة خوضهم للحرب مع إسرائيل. ويتابع: استعدوا لتدفعوا ثمن يدمر طيران منشآتكم من الجو ويقتلكم وينهبكم الحوثيين من الأرض، أو ينهبكم الحوثيون من الأرض. ويتساءل قائلا: من يجرؤ على الاعتراض؟ يوافقه في الطرح الصحفي بسيم الجناني الذي أشار إلى أن ما حدث في الحديدة كارثة سيتضرر منها المواطن لا غير، وأنه لن يتضرر الحوثي مما حدث، بل سيتم استغلال معاناة الناس
في حشدهم ونهبهم. نختتم برسالة وجهها السياسي اليمني بليغ المخلافي لليمنيين قائلا: سبق وأوقف الغرب عملية تحرير الحديدة، واليوم يتم استهداف الميناء بتدمير يتدمر نتيجة حماقات الحوثي التي أعطت مبررا لإسرائيل للقيام بهكذا عمليات. ويتابع القول: ميناء الحديدة شريان حياة للحوثي وشريان موت لليمنيين، الآن فقط تدركون ذلك بعد أن امتد شريان الموت إليكم. هذا وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها تتابع بقلق تطورات التصعيد العسكري في اليمن، وأضافت إنه يضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ودعت الخارجية السعودية الأطراف لضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب. كما أكدت الخارجية السعودية على استمرار الجهود السعودية لإنهاء الحرب في غزة ودعم السلام في اليمن. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الغارات الجوية داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن. ودعا غوتيريش في بيان دعا جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تؤذي المدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية. وقال غوتيريش إنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، وحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. إذن مشاهدينا، ظهر يوم السبت أقلعت 20 مقاتلة إسرائيلية لتنفيذ هجوم بعيد هو الأطول عن حدود إسرائيل ينفذه سلاح الجو الإسرائيلي منذ سنوات. فقطعت الطائرات الإسرائيلية مسافة 3400 كيلومتر لتضرب 10 أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة قبل العودة إلى قواعدها، عملية تم التحضير لها مسبقا إذ أجرت طائرات الرام سيناريو مماثلا قبل نحو شهر ونصف في سماء اليونان رغم القتال في غزة ولبنان أيضا من أجل الحفاظ على القدرة على الضربات الطويلة في حالة الاضطرار لها. صباح الجمعة الماضية وبعد يوم من سقوط صاروخ حوثي على تل أبيب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للجيش للتحضير العملية، ويوم السبت وتحديدا الساعة 2:30 ظهرا تم استدعاء الوزراء لجلسة نقاش استثنائية للموافقة على العملية، فيما رفض الوزيران بتسليئيل سموتريتش وريف ليفين التصويت لها. وعند الساعة 3:30 وبينما كان النقاش في مجلس الوزراء لا يزال مستمرا أقلعت طائرات سلاح الجو من قواعدها مؤذنة ببدء الهجوم. وفي الساعة 6 مساء أعلن عن انفجارات ضخمة في مدينة الحديدة اليمنية، وبحسب تقرير الصحيفة فقد مرت الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اليمنية على ارتفاع منخفض وبشكل واضح وليس عن بعد فقط، وكان من بين الطيارين الذين شاركوا في العملية أيضا قدامى المحاربين ذوي الخبرة بمن فيهم مقدم وجنود الاحتياط. وللمزيد معنا من القاهرة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي، أهلا بك. ومن ميشيغان الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت، أهلا بك. وضيفنا أيضا من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ مع ضيفي السيد المخلافي، نريد أن نعرف كيف تقرأ ما علق به الحوثي واعتبره استعراضيا بهذا الاستهداف لميناء الحديدة، وأنت تصفه في تغريدة لك بأنه شريان حياة. كيف هو استعراضي ويضرب شريان حياة؟ كيف يكون الجدي إذا هذا استعراضي؟ نعم، مساء الخير أولا لك ولضيفيك وللسادة المشاهدين. أولا دعينا نقول أو نتفق على ما ورد في بيان الحكومة اليمنية من إدانة للعمليات العسكرية الإسرائيلية واعتبارها انتهاكا للسيادة اليمنية، لكن سنعود اليوم إلى خطاب عبد الملك الحوثي، هذا الشخص المعتوه الذي يقامر بمستقبل اليمنيين، هو دمر حاضرهم ويدمر الآن مستقبل أجيال من اليمنيين، ويتحدث عن هذه العمليات الاستعراضية. إذا كان هكذا الاستعراض فما هي العمليات الجدية برأيه؟ هل هي استهداف
أو قتل إسرائيلي واحد، جندي إسرائيلي واحد، مقابل 267 ألف يمني أعلن هو قبل أشهر عن أنهم قتلوا منذ العام 2014 وحتى اليوم. هل هذا هو الجد، أن يقتل شخص في إسرائيل مقابل أن يدمر ميناء الحديدة وأن تدمر المنشآت الحيوية للشعب اليمني وأن يتضرر ملايين اليمنيين العايشين في مناطق سيطرته لأشهر وربما لسنوات قادمة؟ نحن نتحدث عن دمار شامل في البنية التحتية لمنشآت النفط في الميناء ولمحطة الكهرباء وأيضا لمنشآت الغاز، وربما الميناء يخرج عن الخدمة بسبب ما حدث. هذا برأيه استعراضا. للأسف الشديد عبد الملك الحوثي اليوم وجماعته، وهذه الجماعة الطائفية الدينية التي يعني لم تكتفي فقط بمحاولات فرض معتقداتها على الشعب اليمني، وإنما كما قلت دمرت حاضرهم وتدمر مستقبلهم، هو يعتمد في خطاباته على الشعبوية في محاولة كسب مناصرين له، ليس في اليمن فقط ولكن أيضا في بعض أرجال العالم الإسلامي. هناك للأسف هو يخاطب العامة ويحاول من خلال خطابه للعامة، هذا الخطابات الشعبوية، أن يكسب يعني مناصرين له مقابل الدمار الذي يحل باليمنيين، لكنه في الأخير يرقص على معاناة اليمنيين وعلى أشلائهم. هذه الجماعة المجنونة هي لا تختلف عن إسرائيل في شيء، إسرائيل جماعة دينية تعتقد أن لديها يعني أفضلية إلهية، فيما جماعة الحوثي تعتقد أن لديها حقا إلهيا في الحكم. وبالتالي سنلاحظ أن حتى العمليات التي تنفذ من قبل إسرائيل تتشابه مع العمليات التي نفذتها جماعة الحوثي في السابق. الحوثي في السابق ضرب منشآت النفط في عدن، وضرب منشآت النفط في تعز، وتبنى ضرب منشآت النفط في المملكة العربية السعودية في أرامكو، وتبنى ضرب صهريج النفط في الإمارات. لا فرق بين هذه الحركة الدينية وبين هذه الدولة الدينية، العمليات واحدة. إيران للأسف تريد أن تنقل الصراع إلى اليمن، والحوثي قدم اليمن منذ العام 2014 على طبق من ذهب لإيران، هي ورقة رخيصة تستخدمها إيران وستستمر في استخدامها إلى اليوم، لم تستثمر فيها سوى بعض الصواريخ وخبراء لتطوير القدرات الصاروخية وقدرات الطيران المسير. لكن عندما نتحدث عن حزب الله هي استثمرت فيه الكثير، عندما نتحدث عن سوريا هي خسرت فيها الكثير. إيران دعينا نتحدث بكل شفافية، لماذا إيران تعاملت مع كل التهديدات ومع كل الضربات التي حدثت لها بانضباط؟ لماذا لم ترد على مقتل قاسم سليماني بضرب قاعدة عسكرية أمريكية؟ لماذا لم ترد على ضرب قنصليتها في دمشق وقتل قيادة عسكرية بقتل إسرائيليين؟ هي تعرف حدود وقواعد الاشتباك وتعرف ما هي حدود الرد التي يجب أن تتم، لكنها للأسف الشديد لا تضبط جماعتها المنفلتة. الحوثي اليوم يجر اليمن إلى صراع، وليس اليمن فقط ولكن المنطقة كلها إلى صراع، إذا ما توسع فلن ينجو منه أحد، ستطال أضراره الجميع. لكن في المقام الأول الشعب اليمني هو من يتكبد هذه الخسائر، الشعب اليمني هو من سيدفع ثمن هذه المغامرات الحمقاء من معاناته الإنسانية، من منشآته الحيوية التي تدمر اليوم والتي سنحتاج إلى عقود لإعادتها، ومن وربما لن نتمكن من إعادتها، هذه الجيل الحالي لن يتمكن من إعادتها لأننا لن نمتلك الموارد إعادة هذه المنشآت الحيوية التي تدمرت. اليمن بلد فقير، وهو أساسا كان بلد فقير، والحوثي اليوم يجره إلى الجحيم. نعم، سأتحول ببعض النقاط التي طرحتها كسؤال سيد بليغ إلى السيد مصدق بور بما يخص هذه الحروب. هناك من يقول بأنه إيران تريد تصفية حسابات عبر إثارة هذه القضايا، الملفات، إثارة هذه الاشتباكات، ولكن ليس على أراضيها، هي تصفي حسابات، تريد أوراق تضغط من خلالها معركة بينها وبين إسرائيل أو حتى فيما سبق بينها وبين الولايات المتحدة، ولكن على أراض غير إيرانية. اليوم كيف تنظر إيران والكل يعرف بأنها هي تدعم الحوثي، و حتى لو قالت بأنها لا تتدخل بقراراته، ولكن بات معروفا بأن هناك أسلحة تأتي من قبل إيران إلى الحوثي، هناك ربما مسار واحد يتخذ للحوثي وغيره من الأذرع الإيرانية في المنطقة. ما الموقف الإيراني؟ ما الذي جرى اليوم وهذه الأضرار التي لحقت في اليمن من خلال هذه الضربات؟ نعم، شكرا، تحياتي لك ولمشاهديكم ولضيفي العزيزين. أنا أعتقد يعني الموقف الإيراني واضح، يعني هذه الاتهامات، هذه الاسطوانة المشروخة دائما نحن نسمعها
كان إيران يعني تقاتل بالدم اليمني، بالدم العربي، بالدم اللبناني، العراقي، الفلسطيني، في حين أنهم يدافعون، يعني هدفهم واضح، هم يدافعون عن يعني يعملون نصرة للشعب الفلسطيني، يعني هذا ما أعلنه الحوثي واليمني، الشعب اليمني. الحوثي وليس يعني هذه ليس طائفة تقاتل، يعني هؤلاء يمثلون اليمنيين، يعني هم بالملايين، يعني وبالتالي هم ليسوا عصابة ولا طائفة. دافعوا يا سيد مصدق؟ يعني هم دافعوا عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية برأيك؟ نعم، هم يدافعون عن القضية الفلسطينية، وهؤلاء هذه الأعداد التي طرحها الأستاذ محلوفي. طبعا أنا أتفق معه مع بعض الأمور، ولا أريد أن أدخل سجال أو أتدخل. هو يمني صاحب هذا الوطن، والسيد الحوثي أيضا هو يمني، وهذا شأنهم، ولكننا نتحدث في الإطار الخاص بنا فقط، ولا نتحدث يعني في الإطار الداخلي، ولا نرغب أن تكون هناك خلافات. يعني اليوم الحكومة اليمنية تصدر بيان وتدين هذا الهجوم الإسرائيلي، طبعا هذا موقف مشرف، هذا موقف جيد، ولكن للأسف يعني ناقص في نفس الوقت. يعني هذا الموقف لم يتطرق، يعني أساسا حتى الضيف الكريم لن يتطرق إلى قيام الأساطير البريطانية والأمريكية اليوم بقصف غرب الأردن وقتل العديد من اليمنيين، لم يذكر هذا الشيء، يعني صب جم غضبه فقط على إيران واتهم إيران بأنها هي من تسببت بهذا الموضوع. إيران أساسا لديها موقف واضح من القضية الفلسطينية، يتناصر قضية فلسطينية، لديها خلاف مع إسرائيل، لديها خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الملفات الخاصة بها هي أساسا يعني مثل ما الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل وتمدها بالسلاح، إيران أيضا تدعم اليمنيين وتدعم الفلسطينيين وتمدهم بالسلاح. إيران ترى نفسها يعني في محاكاة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الذي يجب أن تتعاطى سيد مصدق معه، ولكن الولايات إسرائيل المتحدة فعلا تهب لنصرة إسرائيل إذا ما كان هناك أي نعم تهديد نعم يهدد إسرائيل، ولكن إيران ما الذي قامت به اليوم في هذه القضية، قضية فلسطين تحديدا، إذا أنت تركز عليها؟ الولايات المتحدة الأمريكية، نعم صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أقصد يعني ديب ستيت، الدولة العميقة، يعني هي مع إسرائيل طبعا، مع الوجود الإسرائيلي وهم على خلاف مع نتنياهو من دون شك، ولكن لماذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم؟ نحن نعلم نتنياهو يتوجه إلى واشنطن ويريد أن يلقي خطاب في الأيبك ويلقي خطاب في الكونغرس، وبالتالي هم على أعتاب الانتخابات ويريدون أن يكون لهم تبرير، ويريدون أن يقولوا بأننا قدمنا شيئا ووقفنا إلى جانب إسرائيل في قضية البحر الأحمر وقضية الأزمة التي نشبت مع الجانب اليمني. هذا موضوع انتخابي دعائي للأسف، يعني حتى نتنياهو هو موضوع انتخابات، يعني هو من أجل مقاعدهم. يعني نحن لسنا الآن في هذا الصدد سيد مصدق، لا هذا يعني هو هذه النقطة المهمة، يعني هم يتاجرون بالدماء العربية والإسلامية فقط من أجل حفظ كراسيهم ومقاعدهم فقط ولا أكثر من ذلك. إيران لماذا يحق يعني، وماذا فعلت إيران بالمقابل؟ إذا ذهبت معك ووافقتك جدلا، طيب إذا ما الذي قامت به إيران؟ صحيح، إذا تقولين إيران لم تقم بشيء، إذا لماذا هذه الضجة، كل هذه الضجة ضد إيران؟ طيب لا، لم تقم يعني إيران بشيء لنصرة هؤلاء ومن تدعي بأنها بنفس الصف معهم. لماذا؟ أنا أقول إيران تتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية، إيران لا تهبط بنفسها إلى مستوى إسرائيل لتتواجه مع إسرائيل. هل لديها المقدرة للمواجهة سيد مصدق؟ اسمح لي فقط لنعطي أيضا الفرصة لسيد أحسان للمشاركة معنا. سأعود إليك سيد مصدق، ولكن أريد أن أسأل أيضا اليوم عن الموقف الأمريكي دكتور أحسان مما جرى يوم أمس في بداية الإعلان عن ما حدث في الحديدة والاستهداف. كان هناك بعض الأنباء تقول بأن الولايات المتحدة زودت الطائرات الإسرائيلية بالوقود جوا، ومن ثم تم النفي من قبل الولايات المتحدة. نريد أن نعرف حقيقة طبيعة الموقف الأمريكي من هذا الاستهداف الإسرائيلي، وما الخطوة ربما المستقبلية التي تريد واشنطن الذهاب إليها في هذا الصدد التصعيدي ما بين الطرفين.
تحياتي اولا. شوف، دولتين بالمنطقه براغماتيين بامتياز ولكن يرفعوا شعارات كبيره، وهي ايران والولايات المتحده. الولايات المتحده هي موجوده في الشرق الاوسط ترفع شعارات كبيره ولكنها براغماتيه بامتياز، كذلك ايران ترفع شعارات كبيره ولكن براغماتيه بامتياز. اكيد نعم، الامريكي ساند الاسرائيلي في ضربه اليمن ويوافق على ذلك، ولكن هو لا يريد توسيع الحرب اطلاقا. اليمني لا يريد دخول في حرب مع إسرائيل، وإسرائيل لا تريد دخول في حرب مع الحوثي إطلاقا. الحوثي، مقاربة الحوثي من قبل الغرب، الغرب يقارب الحوثي على أنه مشكلة يمنية بامتياز ومشكلة للأقليم، مشكلة للعرب، يعني مشكلة عربية ويمنية، ولا يعتقد تهدد مصالح أمريكا ولا تهدد مصالح إسرائيل. يعني أنا أذكر قرأت مقابلة في الول ستريت جورنال مع زعيم حوثي، وقال لي المراسل الول ستريت جورنال: نحن نرفع شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ولكن لا نعنيها. أنا قرأت هذا الكلام. يعني هذا، هناك انقسام في المنطقة، هناك محور الاعتدال، القانون الدولي، حل الدولة العهد، وهناك محور آخر إيران وجماعاتها يرفعوا شعارات كبيرة وتقول إيران تدمر إسرائيل في 7 دقائق وما إلى هنالك. ولكن اليوم جاءت الكارثة في غزة، هناك كارثة، هناك أزمة كبيرة جدا جدا. كيف قاربتها إيران منذ البداية؟ قالت إيران: لا علاقة لي، لم يقولوا لي، لم أشارك، ما لا علاقة لي إطلاقا، لم أعرف، أنتم لوحدكم. وجاء عبد اللهيان من بيروت وقال لا يريد توسيع الحرب، يعني معناتها غزة لوحدها. هلا يا اما يدخلوا بالحرب يا اما لا يفعلوا شيء. هم طلعوا بدعة جديدة، البدعة هي جبهات الاسناد. شو يعني جبهات الاسناد؟ يعني نزعج الاسرائيلي، ولكن بنهاية المطاف لا يتأثر الاسرائيلي. يوم داخلين من الشهر العاشر هناك كارثة في غزة، الارقام غير دقيقة، هناك اكثر من 100,000 كارثة في غزة، وكارثة في الجنوب اللبناني، وكارثة في اليمن، وكلها جبهات اسناد. ولكن حتى الساعة فعليا لم يرى نتائج لهذا الإسناد بما يخص غزة، نتحدث هنا، والتقليل على الأقل من عدد الضحايا، حقنا. نعم عزيزة، عندي كلمة سريعة. يعني ما قاله عبد الملك الحوثي يلخص تأثير على غزة، هو قال ضربة إسرائيل هي استعراض لا تضر بنا. هو فعلا ما يفعلوه مع إسرائيل ضربات استعراض لا يضر إسرائيل إطلاقا مستمرة في الحرب. الحوثي يعطل الملاحة الدولية، يكلف فقراء العالم دفع زيادة لما يشتريه، لا يؤثر على إسرائيل. إسرائيل يمكن أن تستمر في هذا الحرب بعد 10 سنوات ويستمر الإزعاج. هل تتوقع دكتور إحسان أن تكون هذه الضربة وانتهت، أم أن هناك استمرارية وفقا لقراءتك؟ الحرب تحتاج إلى طرفين، يعني طرف الحوثي لا يريد الحرب مع إسرائيل، وإسرائيل لا يريد الحرب مع الحوثي. الإسرائيلي حربه مع غزة مع الفلسطينيين. الحوثي يقول أنا جبهة إسناد، يعني هاي ليست حربي، أنا فقط أحاول، يعني هي استعراض، يعني عمليا هي استعراض فقط، يعني ضربة وضربة مضادة وانتهت. 200 ضربة. نعم، يعني نعم. تصور 200 ضربة على إسرائيل، يقول الإسرائيلي 200 هجم عليه، وقتل واحد إسرائيلي بالغلط، بقول لك الإسرائيلي بيقول غلطة مني هذه المسيرة، يعني حتى ليس دقة من الحوثي وإنما خطأ بشري كما قال إسرائيل. السيد المخلافي، نعم إسرائيل يقول أنا غلطت. سيد المخلافي، قيل بأنه يعني تم الإعلان عن هذه الجزئية، وهو بأن هذه الطائرات الإسرائيلية حلقت فوق البحر الأحمر ولم تجابه من قبل الحوثي. ما المراد اليوم في هذه الجزئية أن يتم الحديث عنها؟ هل هي بأن الحوثي لا يمتلك هذه الوسائل ليعترض هذه الطائرات، أم أنه هي إشارة لأن الحوثي أراد لهذه الطائرات أن تصل إلى ميناء الحديدة وأن يغتنم الفرصة ويهلل كما تم الحديث والتعليق من قبل للمراقبين بما حدث؟ ما أنا لا يمكنني الحديث عن ذلك، لست محللا عسكريا ولا أفهم في هذه التفاصيل، لكن يعني خلاصة القول تقول أو تدل على أن الحوثي يحاول أن يجر البلاد إلى مأزق، يجر البلاد إلى صراعات. دائما هو يحاول جر البلاد إلى صراعات ويدخلها من أزمة في أزمة هروبا من استحقاقات داخلية. كلما ضاقت الأمور داخليا، كلما كانت هناك ضغوط إقليمية أيضا ودولية من أجل الذهاب إلى عملية سلام، يحاول الحوثي افتعال عدو خارجي، وهذا ما عمله بعد أحداث
الثلاث السابع من أكتوبر ضيفك الكريم من إيران تحدث أن كلامي كان منقوصا وأن الإدانة الحكومية كانت منقوصة إذا لم تتحدث عن الأساطيل البريطانية والأمريكية. نحن نعرف أن هناك أساطيل أمريكية وبريطانية ضربت في العمق اليمني، ونحن لا يوجد يمني يريد لبلده أن تضرب، يريد بل أنا بالنسبة لي بلدي هي أغلى بلد في 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 العالم، أنا لا إيران ولا غيرها من بلدان العالم تساوي عندي بلدي. وبالتالي هذا نحن دائما نقول أن الحوثي هو من يجر البلاد إلى هذه الصراعات، والحوثي هو من يجر اليمن إلى هذه الصراعات. الحوثي تحول للأسف من مشكلة داخلية قبل العام 2014 إلى مشكلة إقليمية خلال الفترة من العام 2014 وحتى العام 2023، نهاية العام 2023، وها هو اليوم يتحول إلى تهديد دولي لممرات الملاحة وللأمن والسلم الدوليين. وبالتالي الحوثي هو من يدخلنا في هذه الصراعات، هو من يجلب كل أساطيل العالم إلى بلادنا، هو من يجلب من جلب إسرائيل لضرب ميناء الحديدة للأسف الشديد. ونحن لا 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 يعني ندين كل هذه العمليات العسكرية سواء من إسرائيل أو من بريطانيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على الحوثي أيضا أن يترك هذه المغامرات بمصير الشعب اليمني، وعلى الإقليم والمجتمع الدولي أيضا أن يدركوا تماما أنه قد حان الوقت اليوم لتخليص هذا المجنون، هذا المعتوه، من هذه الورقة التي يمتلكها ويتمكن من خلالها من تهديد الأمن والسلم الدولي وتهديد ممرات الملاحة والتحول إلى مشكلة دولية. سيد مصدق، الحديث اليوم كان هناك إدانات لما حدث في هذه الضربات الموجهة إلى ميناء الحديدة، لما لها ضرر على الشعب اليمني بغض النظر وبعيدا عن ما يتم استخدامه لهذا الميناء من قبل الحوثي. ما الموقف الإيراني حول هذا الموضوع، وهل هناك أي تحرك ربما حتى لو لم يكن معلن بشكل رسمي لعدم جعل هذه الدائرة تتسع أكثر؟ قبل كل شيء يجب أن نشير إلى هذه النقطة، يعني وحدة اليمن مهمة بالنسبة لإيران، وإيران تسعى في هذا الاتجاه. نحن حاليا يعني في مفاوضات مع شقيقة المملكة العربية السعودية، وقطعنا شوط كبير جدا، ونحاول أن نقرب يعني بين الشمال والجنوب وينتهي الخلاف بينهم. نحن أيضا يعز علينا أن نرى هناك خلاف بين الأخوة، اليمن كل اليمن كل الشعب اليمني جنوبا وشمالا كلهم شجعان. يعني اليمن كانت دائما طوال التاريخ هي مقبرة للغزاة، وبالتالي كانت عصية على أي مستعمر لم يتمكن من النفوذ والتوغل في اليمن. وبالتالي حتى العلاقات بين إيران واليمن علاقات تاريخية ربما تعود إلى آلاف السنين، إلى عهد الملك كوروش، حتى في عهد البهلوي أيضا كان لدينا مستشارين وعسكريين موجودين في اليمن، وبعد الثورة الإسلامية أيضا، ولا يزال اليوم أيضا هناك مستشارين موجودين في اليمن. يعني اليمن أساسا هذه كذبة أنه ميناء الحديدة يتم تهريب السلاح الإيراني، هناك حصار، يعني هناك أساطيل كثيرة في البحر الأحمر، كيف تصل هذه السفن يعني إلى ميناء الحديدة؟ لا، تم إيقافها وصورت دكتور سيد مصدق، يعني تم تصويرها وتمت مصادرتها، وقيل بأن عدم التمكن من رصدها هي أنها لا يوجد عليها أي يعني طرق لكي ترصد. هذه التدفقات، وأنا أزودك يعني بمعلومة حاليا، يعني خلال هذه المعركة الأخيرة يعني ظهر بعض الخلل والثغرات يعني في القوة الدفاعية اليمنية، بالضبط مثل ما حدث لحزب الله. حزب الله في الآونة الأخيرة عندما شارك مع إسرائيل، إسرائيل كانت قادرة على أن تدخل السماء اللبناني وتقوم ببعض الأعمال، ولكن حزب الله استطاع أن يطور يعني نظامه الدفاعي وقدرة مسيراته، وبالتالي خف هذا الضغط على حزب الله على لبنان. وبالتالي كل ما يقوم به الإسرائيلي ومن خارج الأرض يعني من مناطق في جنوب الجولان يقوم بإطلاق صواريخ، ولكن لم يعد يناور. اليوم اليمن أيضا قدرته الدفاعية يحتاج، أنا أعتقد أن حاليا الأمور تسير على قدر وساق لإزالة هذه الثغرة، ولكن نحن لا نرغب مثل ما تفضل الأستاذ إحسان
وانا اقدر يعني معظم ما تفضل به. يعني حاليا لا اليمنيين يريدون توسيع رقعة الصراع ولا الاسرائيليين ايضا ولا ايران تريد لذلك. وايضا معلومه اخرى، يعني خلال هذين اليومين كانت هناك اتصالات بصوره غير مباشره، ربما عبر الاعلام احيانا وعبر تصريحات اعلاميه واحيانا عبر بعض الوسطاء، يعني تاكيد من الجانب الامريكي لايران لا تدخل وعدم توسيع رقعة هذا الصراع، ولكن الجانب الأمريكي وحاليا محرج لأنه قلت أمام انتخابات وأمام زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وبالتالي هو يريد أن يقول أنا قدمت شيئا. أنا لا أعتقد يعني هذا سوف يتطور. طيب. أما ما يقال بأن هذه العملية هي استعراضية، فعلا استعراضية، يعني الجانب الإسرائيلي تعمد وضرب غزالات للنفط فقط بهدف أن تكون هناك كثافة نارية كبيرة جدا لكي تلتقى الصور ويذهب بها نتنياهو إلى داخل الكونغرس وداخل الأيبك ويتبجح ويقول أنا فعلت كذا وكذا، وربما هو أيضا سوف يستغل ذلك، رب ضارة النافعة، يعني ربما هذا التبجح. نعم سيد مصدق، فقط اسمح لي عذرا لضيق الوقت، فقط أريد أن أستمع. ربما سوف يوافق يعني على التوافق مع حماس. طيب يعني دكتور إحسان، رأيتك تبتسم في أكثر من نقطة جاء على ذكرها السيد مصدق بور، وسأترك لك الرد بدون أن أقدم السؤال، تفضل. يعني شوف، بالنسبة لإدارة بايدن، منذ أتت بإدارة بايدن رفعت الحوثيين عن بحث الإرهاب بدون أي مقابل، تقارب موضوع الإيراني، تعتبر إيران دولة مسؤولة، دولة يمكن الاعتماد عليها، شريكة يعني عمليا مع أمريكا في المنطقة. إيران منذ بداية حرب غزة جاء الوزير الخارجية من بيروت قال لا يريد توسيع الحرب، يعني خطاب واحد هو بلينكن، يعني بلينكن وعبد الليان كانوا يقرأوا من نص واحد. والأمريكي راض عن الإيراني، يعتبر الإيراني دولة مسؤولة، وكما ذكر على ذمة ترامب في الحملة الانتخابية قال أن تخفيف العقوبات على إيران جنى لها 250 مليار دولار، يعني جنت مبلغ كبير في تخفيف العقوبات من النفط. محور إيران محرج، المحور بحاجة إلى فعل شيء. الكلمة التي قالها عبد الملك الحوثي أنا أوافقها تماما، وقال هي ضربة استعراضية لا تضر باليمن، وأيضا هم ضربة هذا المحور ضربات على إسرائيل كمان استعراض لا تؤثر بإسرائيل إطلاقا. إسرائيل ينوي البقاء في غزة 10 سنوات، يقول هم لا يكترث، يعني الحوثي ضرباته لا تؤثر على إسرائيل إطلاقا، هم إزعاج، يعني هم يزعجوا، هم بحاجة لفعل شيء. ليس هناك شيء بالعلم الحربي اسمه إسناد، هناك حرب، يا أما أنت بالحرب يا أما أنت خارج الحرب. هناك محورين، محور الاعتدال العربي، قانون دولي، حل الدولتين، وهناك محور كان يقول تدمير إسرائيل وسبع دقائق، واليوم نرى هذا يحصل. أشكرك وعذرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا من ميشيغان الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مارستيت، شكرا. من طهران أيضا شكرا لضيفنا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، والشكر أيضا لضيفنا من القاهرة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي، شكرا لكم. أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن طائرته حلقت فوق البحر الأحمر للوصول إلى الحديدة ولم تجابه بصواريخ أرض جو من الحوثيين، وأوضح أن ثمانية أسراب من مقاتلات F-35 وF-15 شاركت بهجوم الحديدة. ونشر الجيش الإسرائيلي صورا من الغارات التي شنتها طائرات سلاح الجو مساء أمس على أهداف ضد الحوثيين في اليمن. أفادت مصادر الحدث باستمرار اشتعال النيران بأربعين خزام وقود استهدفها قصف إسرائيل لميناء الحديدة في اليمن. هذا ويواصل عناصر الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التي اندلعت في الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون.
شكل ميناء الحديدة على مدى سنوات الحرب شكل الرئة التي تتنفس منها ميليشيات الحوثي عسكريا واقتصاديا، وحقق مكاسب مالية كبيرة فضلا عن إدخال شحنات أسلحة وعتاد حربي من مختلف الأنواع. يضاف إلى ذلك أن ميناء الحديدة حتى لحظة القصف الإسرائيلي كان يستقبل نحو 80% من السلع والبضائع وشحنات الوقود المستوردة إلى مناطق سيطرة الحوثي، حيث يتركز ثلثاء سكان اليمن. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إعادة تشغيل هذا الميناء الحيوي يحتاج لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة، ذلك لأن القصف الإسرائيلي بحسب مصادر ميدانية تسبب في إحراق وتدمير 40 خزان وقود من أصل 43 خزانا ورافعتين وعددا من مخازن السلع والبضائع، بعضها مستخدمة من قبل حوثيين لتخزين مكونات صواريخ ومسيرات ووقود الصواريخ بحسب مصادر عسكرية يمنية. عقب قصف الميناء خرج آلاف اليمنيين في حالة هلع في الحديدة وصنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين، وشهدت محطات الوقود ازدحاما وطوابير كبيرة طوال الليلة الماضية وسط بوادر أزمة قد تشمل الوقود والسلع المستوردة. ووفق محللين فإن القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومحطة كهرباء راس كتنيب ربما يكون تأثيره الاقتصادي على الحوثيين كبيرا ويقلص عائداتهم المالية التي تقدر بمليارات الريالات شهريا. لكن على المستوى العسكري فمن المرجح أن قدرات الحوثي على استقبال شحنات أسلحة من إيران ما تزال متاحة، سواء عبر مرسى ميناء الحديدة أو مراسي مينائي الصليف وراس عيسى. وهنا يؤكد مراقبون أن التأثير العسكري لقصف ميناء الحديدة على الحوثيين يكاد يكون محدودا جدا، ولكن المتضرر الأكبر هم اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب توقف تدفق السلع المستوردة عبر الحديدة. وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار السلع المستوردة في مناطق سيطرة الحوثي وتراجع مستوى الإغاثة الإنسانية، وحدوث أزمة وقود خانقة ربما تجبر الحوثيين على السماح بدخول مشتقات الوقود والغاز من مأرب إلى صنعاء خلال الأشهر القادمة. وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو المحلل الاقتصادي فارس النجار. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أهلاً. فارس، ومن مأرب ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية عميد ركن عبد الرحمن الربيعي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد الربيعي. أبدأ من ضيفي في الاستوديو، نريد أن نفهم ما مدى هذه الأهمية لهذا الميناء على الصعيد الاقتصادي، ما المجني منه من قبل الميليشيات، كيف تتم الاستفادة، وما الذي تم خسارته في هذا القصف، هذا الاستهداف؟ أولا مساء الخير عليك عزيزة وعلى كل السادة المشاهدين. أولا بالأرقام، دخل إلى ميناء الحديدة منذ إبريل 22 وحتى مايو من العام 24 ما يقارب 259 سفينة محملة بالمشتقات النفطية. هذه السفن كانت تحمل ما يقارب
7,770,000 طن متري. استهلك الحوثيين منها وفقا للأرقام حتى اللحظة ما يقارب 7,110,000 طن متري من المشتقات النفطية. ما زال فائض لديهم 660,000 طن متري، وهو يكفي لمدة 73 يوم. بالأرقام، ميليشيات الحوثي منذ فتح ميناء الحديدة في إبريل من العام 22 وحتى مايو من العام 24 استطاعت أن تحصل على ما يقارب 4,320,000,000 دولار كإيرادات من واردات المشتقات النفطية فقط. كيف هي اليوم هذه الواردات أو هذه الإيرادات يتم احتسابها بالثلاث اتجاهات رئيسية؟ أولا، أن جماعة الحوثي 50% من النفط التي تحصل عليه وفقا لتقارير أممية هو عبارة عن نفط مقدم من إيران كدعم عيني للميليشيات، ويقدر طبعا قيمة هذا المشتقات النفطية المقدمة من إيران خلال هذه الفترة ب 2,118,000,000 دولار. إيرادات الحوثي أيضا من الإيرادات الضريبية والجمركية شكلت 932,000,000 دولار، هامش ربح فقط 30%، أكثر من 1,272,000,000 دولار. وبالتالي فعليا رقم كبير استطاعت ميليشيا الحوثي أن تحصل عليه من خلال واردات المشتقات النفطية فقط من ميناء الحديدة. الجانب الآخر، حجم الخسائر كبيرة في الميناء. أعتقد بأن حجم المشتقات النفطية التي تم تدميرها في الخزانات تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار. إجمالي الخسائر في داخل ميناء الحديدة، حيث تم استهداف رصيف النفط الذي يحتوي على أكثر من 40 خزان إلى جانب 2 من الرافعات، أعتقد بأن الخسارة بمجملها في الميناء تصل إلى ما يقارب 1,000,000,000 دولار. طبعا يؤسفنا أن أوصلتنا جماعة الحوثي للأسف الشديد إلى هذا الطريق الصعب الذي هي تعتبر تدمير لمقدرات الشعب اليمني بسبب تصرفات لا مسؤولة من قبل ميليشيات الحوثي. نعم سيد الربيعي، على المنحى والجانب العسكري، طبيعة هذا الاستهداف كيف أثرت إذا ما كان هناك تأثير حقيقة على إمكانيات الحوثي العسكرية، خاصة بأنه يقال هذا الميناء يستخدم أو استخدم فيما سبق لتوريد الأسلحة له أو الدعم العسكري من قبل إيران؟ للأسف الشديد الحوثيين غير عابهين بأي أضرار أو خسائر تلحقها الدول التي أصبحت اليوم تستهدف اليمن بكل الوسائل. الحوثي استعد العالم، الحوثي جماعة مغامرة لا تجعل وليس لديها بمعنى اهتمام أو بالإنسان اليمني سواء بحقوقه أو بمرتباته أو بأمنه واستقراره أو بحياته على الإطلاق. لذلك هذه المغامرات التي يرتكبها الحوثي اليوم والتي خرجت من الإطار المحلي بعد أن خاض الحوثيون حرب ضد اليمنيين قرابة 20 عاما، من حروب صعدة الست 2004-2010 وحتى استغلال الأوضاع السياسية ب 2014 الذي حدثت تحولات في اليمن، فكان الحوثي جاهز بأجندته للانقضاض على الدولة، ومن ثم خوض حرب قرابة 10 سنوات من ذلك التاريخ وحتى اليوم. اليوم تطورت مطامح الحوثي واستعرت فيه بمعنى الدعم الإيراني الغير محدود، وأنا هنا أقول الإيراني وأعود إلى أيضا إلى ضيوفك السابقين الذين كانوا يتحدثون عن الدور الإيراني. في حقيقة الأمر إيران كما يقال يعني the real killer، يعني هي القاتل الأصلي لليمنيين بل وللعرب. لذلك اليوم نرى اليمن للأسف الشديد وبسبب أجندات الحوثيين وعدم حساباتهم العسكرية والسياسية الخاطئة، نرى اليوم اليمن أصبحت هدف للعالم وليس لدولة منفردة فقط. استعداء الأشقاء العرب، الدول العربية، استعداء الدول الأوروبية وبريطانيا، استعداء الولايات المتحدة الأمريكية، والآن يستجلب أيضا العدو الصهيوني الذي للأسف الشديد نحن ندين كل ما قام أيا كان من الأعداء الخارجيين. لكن دعيني هنا أقف أمام كلمة لكن، الحوثي غير عابه باليمنيين ومصالحهم وأمنهم واستقرارهم على الإطلاق. لذلك تجديه يستقدم هذه القوات وهو فخور.
تقوم هذه القوات سواء كانت أوروبية أمريكية إسرائيلية بقصف منشآت حيوية تقدم خدمات لليمنيين تجدين الحوثي غير عابه بأي خسارة، فليمت كل اليمنيون وليعيش الحوادث فقط. نعم سيد فارس، الأضرار التي من الممكن أن تلحق باليمنيين بعيدا عن الحوثي كيف تقدر؟ طبعا من المهم الإشارة هنا أن 70% من السكان يعيشون في مناطق الخضوع التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي. صحيح. وبعد فتح ميناء الحديدة أصبحت واردات الغذاء واردات المشتقات النفطية تدخل عن طريق ميناء الحديدة. نحن مؤخرا بسبب الهجمات الحوثية على في البحر الأحمر ارتفعت ما يقارب 157 إلى 170% تكاليف الشحن والتأمين للحاويات. على سبيل المثال الحاوية 40 قدم ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين بها من 3500 دولار إلى 9000 دولار. اليوم الرقم هذا يعني أتوقع بأن يتصاعد ويتضاعف، بمعنى آخر بأن سيكون هناك نقص في إمداد الغذاء والتموين إلى مناطق سيطرة الخضوع، سيؤدي ذلك إلى أزمة. طبعا أتوقع بأن يعني هذه الضربات ستنعكس على كارتفاع أسعار، بالتالي يتضرر منها من هم يقيمون في هذه المناطق التابعة للحوثي، ليس فقط هو الذي قد يتأثر أو ربما هو لم يتأثر أو لن يتأثر بالحجم الذي سيتأثر به من يعيشون هناك. شكرا جزيلا وأعتذر لأن وقتنا انتهى لهذا اللقاء. من الاستوديو كان معنا المحلل الاقتصادي فارس النجار، شكرا جزيلا لك، وأعتذر أيضا من ضيفي من مأرب الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد ركن عبد الرحمن أربيعي، شكرا جزيلا. بهذا مشاهدين آتي وإياكم لختام هذه الساعة الإخبارية، المزيد مع لارا نبهان على رأس الساعة، تبقوا معنا إلى اللقاء.